رغم الإعاقة اللي يعاني منها منذ الولادة وفقدان نعمة البصر، يزاو البسم أصيل معتمديت بن قردان العمل نتاعو في قسم العلاج الطبيعي بالمستشفى الجهوي بالمدينة بصفة طبيعية منذ 5 سنوات. اكتسب فيها احترام وتقدير المرضى والإطار الطبي والعاملين بالمستشفى نظرا للمردود الكبير اللي قدموه وحسن تعامله مع الجميع. وفقدان للبصر ما كانش عائق أمامه أداء الواجب وتفانيه في العمل. بسام يأكد أنه إعاقته ما منعتوش من تقديم الإضافة للمستشفى، بل بالعكس كان الدافع عليه لإتقان العلاج الطبيعي، الشيء اللي خلاه اليوم يفتخر بالمستوى اللي وصله في الخدمة. ما عنديش قلق، ما عندي حتى صعوبات مع الزملاء، يعني الانطباعات طيبة جدا مع المرضى كذلك، معناها الانطباع طيب جدا. العلاقات الاجتماعية معناها، وهذا يعني أكثر حاجة يمكن يعني نسعى لها هي العلاقات الاجتماعية، أنها تكون طيبة. المجتمع البرة معناها تعرفك الناس وتكون علاقتك بها معناها طيبة جدا. الإعاقة ما تمثل حتى مشكل، ما تمثل حتى قلق، بالعكس أنا نعتبرها نقطة قوة، عمرها ما كانت نقطة ضعف. بسام ينشط كذلك في العمل الجمعياتي ويشغل خطة رئيس الفرع المحلي للاتحاد الوطني للمكفوفين بن قردان، بالإضافة لعضويته بالمكتب الجهوي بمدنين، كما عمل على نفسه في كل حاجيته انطلاقا من التنقل داخل المستشفى وبين الغرف والتعامل مع زملاء ومرضى، إضافة للإتقان في استعمال التكنولوجيات الحديثة كما الهاتف والحاسوب اعتمادا على تطبيقات مخصصة لفاقدي البصر. ما علينا إلا نشكره الشخص هذا ونشجعوه، خاطر الرغم اللي هو ما يشوفش قاعد يقدم في خدمات ممتازة للسبيطار، وقاعد يجتهد، إنسان منتظم ومنضبط في العمل نتاعه، ونطلب من الأخيان الكل ينزجوا على منوله. علاقته بزملائها ممتازة جيدة، إنسان منتظم في الوقت وفي العمل. بسام اليوم يقدم درس في العزيمة والأسرار، وين ما كانتش إعاقته السبب يمنعه من إتقان العمل والتفاني فيه، بل صنع من الضعف قوة خليته تكسب محبة واحترام كل المحيطين به.